الاجتماعي إلى زماننا هذا. فرمي أبو طالب مكي فرميتي هندق للصحابة كان جويان قرتوا لنشيد لو ديو قسي كيه أنا أبو مان قسي أبو طيب طبري بو هناين قسي هات شوار مذهبك كجويا قرتن لنشيد حرام ياخذ كراهته باشا يسقسي ابو طالب مكي مان بو انا كجوغرتن لاناشيد مباحه حلال افرمي عبد الله كوري جعفر عبد الله كوري زبير مغيري كوري شعبو معاي كوري ابي سفيان كامانا صحابا جوان لاناشيد لشعر قرتوا و بيشينا باشا كان مان للتابعيه كان ايش جوان لقرتوا ولا حجاز تناند لمكة جوان قرتوا لنشيد ودروز بو بلايانا ولا باشترين روجكاني صالة كبريتيا لدروجي ذي الحجة كخواي برقال أمري بعبادتك كبدوات يعني كواتا أناشيد خلافي تيايا أناشيد ديني سرود ديني كان خلافي تيايا هندك فرمي أنا حرام هندك فرمي أنا كراهية هندك فرمي أنا مباح باسي قراني بد روشتيو أوي أمرنا من راو هنر أما ناكا إمامي غزالي عشان باسي أو أناشيدانا أو أناشيدانش أو أناشيدانا أوانيان كأمر بمعروف نهي لمنكري تيا كحكمتي تيا كميجود أستاني تيا ناك أوانيك بد روشتي تيا أو أناشيداني كباسي سرشت طبيعة تيا أو أناشيداني كباسي عزاتي وشهامة غيرتي تيا ناقوا انا شداني كباسي ضلداري ونرموني يعني تيار امانة هندي قريان بيدا وبحرامي عن نزاني وهنديكيش بحرامو كراهتي عن زاني فرمي امد دو جور قسم بو نقل كردي لباري نشيدو سرود عيني كانوا هندي كان فرمي انا اما ببي موسيقى طبعا كاو كاتا موسيقى هر نبوة تاتو بلي موسيقى حلال كردو هندي كان فرمي انا حرام هندي كان فرمي انا حلالة على بمشي واقر تودي قتي قسي أمو قسي أو بي أكابي تشكو قمانا وبالام توبي يستل سر الربع زكاني بقري تبر بزاني لش حارتك حرام لش حارتك حلالا. الدليل على إباحة السماع يعلم أن قول القائل السماع حرام معناه أن الله تعالى يعاقب عليه على هركس بلاك وقلتن لنا شيد سرود آين يكان حرام معناه ويك أخوي برونجار سزايد على سر وهذا أمر لا يعرف بمجرد العقل امش بابت يكا سزاي خواي پروردگار لسر او كردارا بعقل ما زانره بدق لسري هات ده بل بالسمع بل كما بسمع بعقل بعقل نية بنقلة ومعرفة الشرعيات محصورة في النص او القياس على النصوص فرمزانيسني بابت الشرعية كان حراميتي وحلالي كان شان يابا نص اتواني بيزاني ياخد بقياس لسر نص يا دقيق ما نبي القرآن حرامك دقيق ما نبي الحديث حرامك ياخذ قياسك ما نبي وسردقك فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه القياس على المنصوص بطل القول بتحريمه أجر دقي لسر نبي وقياسك صحيح ما نبي وسردق بوي أو ناتواني بلاي حرام وبقي فعلا لا حرج فيه كسائر المباحات ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس ونقول دل النص والقياس جميعا على إباحاته أفرمي بوجو قرتن لا سردو نشيد عين يكان هيج دقيق ماني بوجو لا قرتن يا جو لا نقرتني حراميك قياسك صحيح إيش ماني حراميك عليك نقص قياس ما نبي وندق ما نهبي ناتواني بلي حرام أفرمي سردو وتنينا أنا شيديش همو يك جوارني ناتواني هر همو يك حكمي بسلام الله هيا أنا جو قرتنا لضنك جو قري لضنك ضنك هي خوشة ضنك هي ناخوشة ضنك كان خوش وبيزار كرا دروز نيا جو إلي بقري بيزار تكاو عزيتي ضنك خوشة أتواني جو إلي بقري هيا أنا موزونة ومفهوم معنى مفهوم المعنى هيا أنا كلمة تكاني الريكة لسر وزن قافية هيتي كلمات كاني لسر وزن قافيا
هيانا معنى كي رونو اشكرايو تو سودي ليبيني بوجيانا هيانا بمعنى وبواتا كواتا اوجه كويتا سروا اويكا لسروزن قافيا يوم يشكتيك اجويل يا مجرى اويكا معنى كي فاسد اجويل يا مجرى اويكا معنى كي صحيح وباشا ومشجع اجويل محرك للقلب ضل جولين معنى باشا كاني فالوصف اعم بويا ابيتو همويكو نكي توليك شواتشوا يك حكمي بسلام أنه صوت طيب ثم طيب ينقسم إلى موزون وغيره جاري وهي ضنك خوش بلان ضنك خوش كشي بدو بشو لسر وزن قافية ولسر وزن قافية نية أو أنشي لسر وزن قافية نبن بدو بشو مفهومة وكو أشعار كومال الشعر بابلين حكمة وهشي أنا مفهوم نية تيانا قيتي وكو تناد هندي ضنك لا آجلا كانوا لا زورق لا بابلين آلة كانوا ديت الدرهم ضنگ کامل لیتی آنها گم که ضم با بام بام هی آلت به یعنی موسیقی به من لیتی آنها گم ضنگ بچه لگر به کات بفی رو دانم و به ضنگ به لیتی بگی حکمتی تی آبی شعر به پند به آموزگاری به